السلام عليكم. امبارح مساء بالليل قلت لكم انه ما عم بقدر اصور حماتي لانه قاعده بلغطها طول الوقت، قلت لكم لما تجي شيء صدفه ان شاء الله. هلا رايحين نحن معزومين على الفطور، فحبيت فرجيكم وتحكي لكم كم كلمه. حماتي لك عيوني حمر بسبب اني ما لي نايمه مزبوط. يلا خذوا اسمعوا حماتي. السلام عليكم. نحن عنا هلا صباح الخير، لسه ما قدام الظهر، معزومين عند ابن سلفي على الفطور. أولاد عمي يعني نحن مع بعض الحمد لله، أولادي أولاد عمهم قريبين على بعض، معزومين نروح لعندهم على الفطور، وقعدة أهلية وحلوة عم نستلى، لأنه هون الوحدة ما حدا بيحاكي حدا ولا حد، بس نحن الحمد لله متفقين ورايحين ننبسط شوي. حبينا نشارككم معنا. نحن رايحين. ايه هو هيك مشان هيك شايفه هلا تحجبت، قدرت اصور لكم اياها بس ما في عنا قصه. تأنقت لانه ما عم نلبس شيء تحت. ايه والله الحق معك، والله شيء بيضق القلب. والله ما عم نلبس شيء. على اللي هلا رايحين عم نلبس، ما بنروح لمشوار. السلام عليكم، طالعين ورايحين مشوار، وهي حماتي تحجبت بقى خلص هلا فيني صورها. شوف شلون، شوف الاناقه. كان صورتك بس الفيديو قطعش، قلنا لنا نحكي، خلينا نحكي على عفوية، حاجة نحكي رسمية. ست رسمية تركناها، عرفت شلون؟ مشان هيك بشوفوا ما شاء الله خزيتها رسمية المرسمة. ايه شبهها، شو بتعمل رسمية المرسمة؟ قريبت ابو ايمن وحدة كان اسمها رسمية مثل بنت عمله، سموا رسمية وبدرية، مرتخي اسمها بدرية واختها اسمها فهمية واختها اسمها لطفية وحياة الله. عن جد والله حلوة والله. سبع بنات بس هدول ذكرتهم، بدريه وفهميه ولطفيه ووفيقه ودلال ما بعرف واسماء بس رسميه. شو قلتي؟ رسميه مرسمه دائما. يا سلام. والله هي لك، هو انت اسمك انتصار بس عن جد مرسمه وحلوه، عن جد حلوين. شوف خزيت العين ما شاء الله. الاناقه بدي اتعلم انا الاناقه. ثانك يو سو ماتش. ايوه.